ينضم معنا من واشنطن المحامي كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات. استاذ كامل، بداية مرحبا بك. يعني مفوضية الانتخابات والحكومة ورئاسة الجمهورية تدافع عن نتائج الانتخابات بينما تؤكد الأمم المتحدة والأطراف السياسية تزويرها، كيف تقرأ ما يجري؟ يعني من البداية احنا كنا من الداعين لمقاطعة الانتخابات، لانه اللي يجري بالعراق هي حقيقه عمليه اجراميه وليست عمليه سياسيه دستوريه. واللي حصل الان في اعتراضات رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه على تشريعات النواب هي اعتراضات سياسيه من النواب مصدر السلطات وعند الحق والصلاحيه والمسؤوليه من اصدار تشريعات على شكل قرارات او قوانين، وبالفعل مارس الخاص وحد السبل والاجراءات يجب ان تقوم بها المفوضيه. استاذ كامل، عدم اعتراف المفوضيه بوجود تزوير يعني الى اي مدى يعني بشكل او باخر ربما ان المعادله في العراق اما تحقيق رؤيه الاحزاب المسيطره على العمليه السياسيه او الحرب الاهليه؟ كلام تخويف للحرب الأهلية على موضوع صعود وإجراءات قانونية قضائية. المشكلة أنه الحكومة غير في مجال السلطة القضائية والتصرفات، ولهذا تخشى. عذرا أستاذ كامل الحساني، نعتذر من حضرتك لعدم وضوح الصوت من المصدر. على أي حال نشكرك شكرا جزيلا أستاذ المحامي كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات.